حقيقة طبعا يعني الإخوة الشيعة سواء كانوا شيعة إمامية إثنى عشرية أم شيعة زيدية في اليمن كما تعلمون، في نهاية المطاف هم، وهذا رأي جماهير علماء أهل السنة عبر الأعصار كلها بفضل الله تبارك وتعالى، خلافا للعجاجة والضوضاء والصخب الآن الذي يدور في البلاد كما يقال، والذي لا يرضى بأقل من أن يتهم هؤلاء القوم بأنهم زنادقة أو مرقة خارجون عن الإسلام. هذا للحق، وفي الحق ليس من الحق في شيء. هم مسلمون في نهاية المطاف بفضل الله تبارك وتعالى، يشتركون معنا في مناط النجاة، في أركان الإسلام الخمسة، في أركان الإيمان الستة. ماذا نريد بعد ذلك؟ طبعا هناك مناطق أو هوامش ضيقة تتسع أحيانا، تتقلص أحيانا من الخلاف، موقفهم من الصحابة وهو بلا شك يعني موقف يحز في نفوسنا ولا يرضينا، وخاصة أجلاء وشيوخ الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة أيضا، لكن هذا لا يخرجهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر كما يهوى البعض. فأعتقد أن المشترك أكثر بكثير من الأشياء التي وقع فيها ويقع أو لا يزال يقع فيها الخلاف بيننا وبين إخواننا من الشيعة ومن غير الشيعة كالإباضية مثلا. في نهاية المطاف كلهم من أهل الملة ومن أهل معلوم أن من قال إن القرآن ينقص منه حرف أو يغير فيه شكلا فهو كافر بالله، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهذا يدعي كذب الله تبارك وتعالى في حفظه لكتابه. فمن ادعى أن القرآن ينقص حرفا واحدا أو غير فيه شكلا فقد خرج من الإسلام وكفر بالله العظيم. الروافض من الشيعة يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزل على رسول الله، وأن الصحابة لأنهم كفروا كذا يقولون إلا عددا لا يتجاوز أصابع اليد الواحد. هم هؤلاء الشيعة الذين يريد أقوام منا باسم الدين أن يتقربوا منهم وأن يقاربوهم، وهم يدعون أن القرآن قد حرف وأن الصحابة قد كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر مرجع لهم في إثبات التحريف بزعمهم هو كتاب نعمة الله الجزائري، كتاب نعمة الله الجزائري هذا في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وتجد منا ممن ينتمي إلى السنة من يقول نتقاربوا مع الشيعة الروافض، وهم يكفرون الصحابة ويقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد، ويقولون إن عائشة قد وقعت في الفاحشة، يكذبون الله الذي برأها من فوق سبعة أرقعة، ويقولون إن أمهات المؤمنين لسن بزوجات للنبي الأمين وإنما هم هن سراري عند النبي كالجاريات، ولا يثبتون لهن زوجية مع رسول الله، ويقولون إن جبريل قد أخطأ في أداء الرسالة وبلاغ الأمانة لأنه كان نازلا بالوحي إلى علي رضي الله عنه فذهب إلى محمد. هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، ومع ذلك تجد من أولئك الذين يدعون أنهم من أهل العلم أننا ينبغي أن نتقارب مع هؤلاء فجميعا نقول لا إله إلا الله. كم من قائل لا إله إلا الله وهو ينقضه، يأتي بناقض من نواقضه ويخرج من الإسلام مرتدا كافرا به، أين هو العلم هنا؟